اخترت له القرآن الكريم الدكتور عبد المجيد سعيد احمد عاطف وحبيبي سورة يوسف. اخترت له القرآن الكريم فضيل الدكتور اجازي عم منصور زين وحبيبتي سورة يوسف. قال لئن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. اللهم اكبر. خاتم رب العالمين.